قبل سنة ونص نزلت لكم مقطع ردت فعل على بيسان كان بعنوان أختي. شوفوا شنو قلت بوقتها. الأسطورة أصبحت حقيقة. بيسان إسماعيل نزلت أغنية جديدة والصدمة كانت صار لها 9 ساعات نازلة وإلى الآن ما انحذفت. طبعا الأغنية انحذفت وراه ولكن الصدمة حاليا يا حبايب بعد انتظار سنة كاملة أنا شايف بنزل أغنية جديدة والله إذا ما كانت حلوة بعد الانتظار راح أوكي خلينا نسمع الأغنية. طبعا بخلاف الحلقة اللي حطت بيسان اللي هو اكبر من ديلاب الهوى اللي حاطين اسم انس شايب عليه. طبعا ما ادري شو الفكرة بالضبط بس انه اوكي خلينا نكمل. معك ايام بقت احلام اللي فات. اوكي كبداية حبايب واضح ان شايب راح يغني بالمصري. بالنسبة لي سأل ليش غني بالمصري؟ لا طبعا ديبي جاسر كاتب نص كلمات للوطن العربي. والصراحة واضح في البداية ان صوته رهيب ولكن اكيد واضح انه متعوب عليه. واكيد يعني ايامك راح تكون احلى بما انه ما شاء الله المشاهدات بوم. قد ايش انا بحبك بحبك ايش انا بحبك بس كانت شلبت شبيك. والله العظيم الكون كله صار يعرف انه انت تحبها. هو بدون ما يقولها من المقاطع مالته هو واضح طبعا هو يحب. طبعا الله يدوم البعض يا رب ولكن والله درينا. طبعا بخلاف فيلم الرعب اللي يسوي كل شويه يختفي كانه فيلم رعب ولكن بالنسبه اللي يسالون ليش بيسان ما غنت وياه بما انه شايب قاعد يقول بيب صوتك احلى صوت. طبعا بيسان يا حبايبي ما تقدر تغني مثل ما تعرفون مشكلته ويا شركه حيدر جيتارا ولكن صراحه دوره بفيديو كليب كلش حلو وانا شايب صراحه صوته كلش حلو وما شاء الله عليهم. كل ما امسك تليفوني بلاقي غصب عني بسمع لك فويس نوت يا حبيبي على الرومانسية. والله انا شايب لازم يكتب لك كتاب على الرومانسية. انا واثق على فكرة انا شايب هو اللي كاتب الكلمات. جمالك مثال اجيب القمر عشان بدون ما تسال. ايش قصتهم المغنيين ويا القمر؟ السيلاوي يقول انزل لك القمر وانا شايب يقول لك انزل لك القمر. حبايب خلوا القمر بمكانه لو سمحتوا خلوا القمر بمكانه. كل شوية واحد منزلني يا الله. اوكي ترى امزح لحد ياخذها شخصية. حبي ليك ليا ده مجازفة لازم تبقى عارفة حبي لك خلاص حب يا اخي نزل لك دس على احد شوي نسوي دراما شوي حماس كله حب حب. وال انطال الخاتم يا حبايب ما ادري هذا من ضمن الفيديو كليب ولا ما فعليا خطبوا. يا اذا فعليا الحقيقة الموضوع راح يكون كلش ناري. اكتبوا لي بالكومنتات اتوقع فعليا هم خطبوا او مجرد هو فيديو كليب واكثر. وطبعا انتهى الفيديو كليب يا حبايب اكتبوا لي تقييمكم بالكومنتات صراحه تقييمي اكيد 10 من 10 الفيديو كليب كلش خرافي يا حبايب. وللاسف منتظرين بيسان يا حبايب نفك الحظر عليها او تقدر تغني من جديد وسمعنا صوتها الرهيب وبس. لنا وصلت المقطع رابط الكليب بالوصف فجروا لايكات وكومنتات وبس مع السلامه.